أعزائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إصدارات الكتب. إصدارات الكتب ليس فقط للتعرف على الإصدارات الحديثة، ولكن أيضا للتعرف على أهم الإصدارات القديمة. أقدمها لكم بخلاصة، أقدمها لكم بموجز، أقدمها لكم ببساطة. ونصيحتي لكم أن تقرأوا هذه الكتب عقب انتهاء حلقتنا. أعود إليكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نأخذكم مع أولى إصداراتنا لهذه الحلقة، وكتاب من التجنيس الأدبي إلى المنجز الفني ضمن سلسلة منشورات وزارة الإعلام العمانية، وهو للكاتبة شيخة بنت عبد الله الفجرية. تفسر فيه أسرار الكتابة الدرامية، وتتناول فيه باقورة النصوص الدرامية الإذاعية والتلفزيونية العمانية، إضافة إلى النصوص العالمية والعربية. ويتضمن الكتاب جملة من الموضوعات الدرامية تتوزع على 6 فصول تبحث فيها الكاتبة، بداية تحت عنوان الأجناس والأنواع الأدبية في الأنواع التأليف الأدبي والدرامي والدراما القديمة. وخرج الكتاب برؤية متبعة للمنهج الوصفي التحليلي والسيميائي، فقد تناول النصوص محل الدراسة بطريقة تحليلية، إضافة إلى العناوين والمصطلحات التي اقتضى الحال تتبعها بسيميائية. أعزائي المشاهدين، للقصص الملهمة مكانة في قلوب القراء، ومنها كتاب وألقيت عليك محبة مني للكاتبة رولا خرسة، والذي يعرض أثر العائلة في حياة الأبناء عبر 11 قصة استثنائية ملهمة، وسير أناس داعمين مؤثرين في رسالات الأنبياء وحياتهم. كتاب غاية في الأهمية، يجعلنا ندرك الحجم الحقيقي والقيمة الفريدة للعائلة، وما تعنيه صلة القرابة منذ نشأة هذا العالم وحتى الآن. لأن الشيء الوحيد الذي لا يتغير بتغير الظروف هو روابط الدم التي تجعل من شقيقك أو شقيقتك كنزاً لا بد أن تعيش طوال عمرك وأنت تحافظ عليه. نحن نقرأ في سيرة أشخاص شكلوا معنى صادق للسند والدعم في حياة أنبياء الله ورسوله، وبمزيج من الأسلوب الصادق والتفاصيل التي نسمع عنها لأول مرة، نخرج معا بنظرة جديدة لمفهوم السند الذي يأتينا من أقرب الناس إلينا، ونتعرف على جانب إنساني في حياة أناس علموا البشرية معنى التسامح والتواجد الطيب لأجل من يحبون ودون مقابل لكل ذلك. أعزائي المشاهدين، ومن الكتب الروحانية التي تتحدث عن الزهد وأهل الجنة، كتاب للكاتب إسلام جمال بعنوان زاد أغنياء الجنة. فيقول الكاتب: ليس الزهد أن لا تمتلك شيئا، ولكن الزهد أن لا يملكك شيء. وعد قرآني اتكأ عليه الكاتب في أيام عسر، فأخذه أبعد مما يتصور، وتشبث به وكأنه وقع على سر من أسرار هذه الدنيا، باح به لمن يعرفهم، فمنهم من أخذ به ومنهم من لم يأخذ. وقد رأى تبدل حال القليل الذي أخذ به، وروى له بعضهم ما لم يره هو، والنتيجة واحدة: سعة، رزق وزيادة. أن تحدد موضعك في الجنة وأنت في الدنيا، هذا يذوب في تصوره العقل، ومع ذلك يسره الله الكريم لمن يريد كرامة خاصة أعطت لكافل اليتيم، ومنزلته في الجنة أن يكون جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم كتف بكتف لا يفارقه، قريبا منه تماما كاقتراب السبابة والوسطى. إن الله اشترى، فهنيئا لمن ابتغى. كتاب رائع، أنصحكم بقراءته وبشدة. أعزائي المشاهدين، واستكمالا لحديثنا عن الجنة، كما رأينا في إصدارنا السابق، أعرض عليكم كتاب الثمن لمؤلفه مصطفى حسني. يدور الكتاب حول فكرة أن كل شيء في الحياة له ثمن، فكما أنك تدفع ثمن كل شيء في الدنيا، فعليك أن تدفع ثمن الجنة. وفي الحديث الشريف: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
كل قيمة تتبناها ومؤمن بها، وكل دور شريف أقامك الله فيه له ثمن. تحتاج أن تتعلم كيف تدفع هذا الثمن، وكيف يمكنك أن تدفعه بطيب نفس أيضا، حتى لا تتعرض لأن تبيع قيمك أو تضعف عن الاستمرار في الدور الذي أقامك الله فيه. وكلما كنت مستعدا لدفع الثمن، كنت صادقا في تحملك لمسؤولية نفسك، لأنك لن تجد دائما الظروف تساعدك أو من حولك يشجعونك ويدعمونك. كل ثمن ستدفعه سيبني في شخصيتك ونفسيتك ويغيرك وينقلك لمقامات عالية مع الله. فإذا كانت رحلة السعي في الدنيا تنتهي بنهاية العمر، فإن جني ثمارها يكون في الآخرة وتحديدا في الجنة. كتبها الله لي ولكم. أعزائي المشاهدين، وكما رأينا فإن للجنة أعمال لابد أن نقوم بها، وصفات لابد أن نتحلى بها، وفي سبيل ذلك لابد أن نقوم بدراسة أخلاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم قدوة لنا. وكتاب صحابة النبي لمؤلفه مصطفى زهران يجوب بنا في رحاب عظماء الصحابة، فحين نعود إلى سير هؤلاء الذين يعتبروا من خيرة الرجال وصفة الصفوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبهرنا أضواء عزتهم وعبادتهم وقوتهم المادية والمعنوية في الحياة، ونشعر أننا أمام كواكب نيرة ونجوم زاهرة أنارت قلوبنا وأرشدتنا إلى طرق الهدى ومسالك الخير، وجمعتنا على الله عز وجل وردتنا إلى الفطرة التي فطرنا عليها. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلاصة من صفوة البشر، فهم الكرام البررة، لا نستطيع أن نوفيهم حقهم من التعظيم والتبجيل مهما أوتينا من فصاحة اللسان وعذب البيان، ولكن يكفينا أننا نحبهم ونحب من يحبهم ونتخذهم قدوة ومثال لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتنا ومعاملاتنا وفي شأننا كله، فعسى أن نحشر معهم وأن نكون من رفقائهم في الجنة. أعزائي المشاهدين، قد يكون اختيار الكتاب الذي تبدأ قراءته لأول مرة أمرا محيرا بسبب كمية الكتب المتاحة، لذا أنت بحاجة إلى معرفة من أين تبدأ حتى تتمكن بسهولة من بدء علاقة حب مع الكتب مع مرور الوقت. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على أمل في لقاء جديد، في أمان الله.